تخلب الألباب تلك اللوحات الفنية الرائعة منذ النظرة الأولى، وتثير في النفس مشاعر الدهشة والإعجاب. وعندما نتأمل تفاصيلها بدقة تنتابنا رعدة وخوف، كأنها تسعى لتوصل إلينا رسالة محددة. كان دافنشي أحد أهم فنانين عصر النهضة في أوروبا، وخلف وراءه كنزاً من اللوحات الفنية التي ستظل محفورة في عقول الناس، مثل الموناليزا والعشاء الأخير. عاش دافنشي حياة عادية، ومع مرور الزمن اكتشفنا أن ذلك الفنان الموهوب كان محاطاً بهالة من الغموض، فمن جهة كانت معتقداته الشخصية تترجم في أعماله الفنية بشكل غامض مثير للتساؤلات، ومن جهة أخرى كلما تعمقنا في دراسة لوحاته أو ترميمها ازدادت غموضاً، واكتشفنا أسراراً جديدة لم تكن معروفة من قبل. في عام 2003 قدم الكاتب دان براون روايته شفرة دافنشي، والتي تصنف ضمن أدب الخيال العلمي، وقد تم تحويلها لاحقاً إلى فيلم سينمائي بنفس الاسم عام 2006 من بطولة الممثل توم هانكس. تدور أحداث الرواية حول جريمة قتل تقع في متحف اللوفر بفرنسا، ومع تقدم التحقيقات يتم الكشف عن رسائل سرية مخبأة داخل لوحة فنية من إبداع دافنشي. تركز الرواية على بعض المفاهيم العقائدية الغريبة مثل حجر الأساس والكأس المقدسة. حققت الرواية نجاحاً هائلاً وأثارت جدلاً واسعاً بين الناس، حيث انقسموا بين مؤيد ومعارض. واجهت الرواية موقفاً صارماً من قبل العديد من الدول العربية والأوروبية، حيث تم منع تداولها بشكل نهائي، وكان على رأسها الفاتيكان الذي اعتبر أن الرواية تعارض الكتاب المقدس ومعتقداته. وهنا يتساءل الكثيرون عن سبب هذا الجدل وعن طبيعة المفاهيم التي طرحتها الرواية. في ليلة هادئة من عام 1975 داخل المكتبة الوطنية الفرنسية، صدحت خطوات متجهة نحو قسم المخطوطات، وهناك لعبت الصدفة دورها، حيث تم اكتشاف مجموعة من المخطوطات القديمة المصنوعة من جلد الحيوانات، والتي عرفت لاحقاً باسم المخطوطات السرية. تعتبر هذه المخطوطات بمثابة آلة زمنية، حيث ساعدت دراستها وتحليلها على العودة بالزمن إلى عام 1099 ميلادي. وعلى الرغم من غموض المشهد بسبب تراكم الغبار، إلا أنه كان من الممكن تمييز أصوات الخيول وضربات السيوف وأصوات المقاومة والصراخ والاستغاثة. وبعد لحظات يسود الصمت وينتهي المشهد بسقوط القدس في أيدي الصليبيين. في عام 1099 ميلادي اجتمعت مجموعة من ملوك أوروبا في هذا المكان، ونتج عن اجتماعاتهم إنشاء منظمة سرية باسم أخوية سيون. كان لأخوية سيون هدفان رئيسيان، هدف ظاهري وهو دعم الحملات الصليبية وحماية المسيحيين وتأمين ممتلكاتهم داخل القدس، وهدف خفي وهو حماية الكأس المقدسة. لا تمثل الكأس المقدسة رمزاً دينياً فحسب، بل هي أيضاً رمز لسلالة السيد المسيح. تؤمن الأخوية بأن السيد المسيح تزوج من مريم المجدلية وأنجب منها طفلاً، ويعد هذا الاعتقاد مخالفاً للأديان السماوية والتي تؤكد على عدم زواج السيد المسيح أو إنجابه لأطفال. تعتقد أخوية سيون أن الطفل المولود من زواج السيد المسيح بمريم المجدلية هو بداية انتشار سلالة المسيح، حيث تزوج لاحقاً وأنجب أطفالاً. في القرن الخامس تزوجت واحدة من أحفاد السيد المسيح من أحد ملوك أوروبا، ونتج عن هذا الزواج سلالة جديدة عرفت لاحقاً باسم سلالة الميروفينجيون. حكم جميع ملوك أوروبا من القرن الخامس إلى القرن الثامن الميلادي من سلالة الميروفينجيون. الآن نعود إلى بداية الحكاية، حيث كان ملوك أوروبا هم من نظموا الحملات الصليبية، وهم من اجتمعوا في دير السيدة وسيطروا على القدس. وبعدها تأسست أخوية سيون بهدف رئيسي خفي، وهو حماية سلالة الميروفينجيون ثم السيطرة على الكنيسة الكاثوليكية ونقل السلطة البابوية بكل امتيازاتها إلى نسل السيد المسيح.
تم كتابة هذه الحكاية في المخطوطات السرية، ولكن ما هي علاقة دافنشي ولوحاته بالمنظمة؟ تضم المنظمة العديد من المشاهير والفنانين والعلماء الذين يؤمنون بمعتقداتها وأفكارها، ويطلق عليهم اسم المعلمين الكبار. ومن بين هؤلاء المعلمين نجد ليوناردو دافنشي. بدأ دافنشي التعبير عن معتقدات أخوية سيون في أعماله الفنية من خلال رسائل وشفرات خفية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك لوحة العشاء الأخير، والتي كلف برسمها من قبل دوق ميلانو لودوفيكو لتكون جدارية في دير سانتا ماريا دي ليغراتي الدومينيكي. تصور لوحة العشاء الأخير موقفاً درامياً من حياة السيد المسيح، حيث يجتمع مع تلاميذه على مائدة العشاء ويكشف لهم سراً خطيراً، وهو أن أحداً منهم سيخونه. ومن بين النظريات المتعلقة بلوحة العشاء الأخير ما يشير إلى أن رسم السيد المسيح بدون هالة مقدسة كان أمراً مقصوداً، حيث يفسر ذلك على أنه إشارة إلى الألم والمعاناة التي سيتعرض لها كإنسان. تظهر اللوحة مزيجاً من المعتقد الديني والشعبي، حيث رسم دافنشي ملحية مفتوحة تسقط منها حبيبات الملح أمام يهوذا التلميذ الخائن، ويرمز هذا في المعتقدات الشعبية إلى الشؤم والفأل السيء والذي ينذر بالمصائب والأزمات. ومن أهم تحليلات لوحة العشاء الأخير هو أن التلميذ الذي يجلس على يمين السيد المسيح ويتميز بملامح الأنثوية هو مريم المجدلية، ويعزز هذا التفسير إيمان أخوية سيون بزواج السيد المسيح من مريم المجدلية وإنجابهما لطفل. كان دافنشي طفلاً موهوباً في الرسم والكتابة، حيث تميز بقدرته على الكتابة بطريقة معكوسة، وظهرت نظريات تشير إلى أنه عند دمج إحدى لوحات دافنشي مع نفسها بعد عكسها ثم عرض النتيجة تحت الأشعة الحمراء، تظهر مجموعة من الرموز الغريبة ذات الدلالات الخاصة بالمنظمات السرية وتحديداً أخوية سيون. تعتبر لوحة الموناليزا من أشهر لوحات دافنشي، ووصفها البعض بأنها مسكونة بالأرواح بسبب ابتساماتها الغامضة ونظرتها الموجهة دائماً للمشاهد بزاوية 30 درجة. تعد لوحة الموناليزا من أشهر الأعمال الفنية وأكثرها إثارة للجدل، حيث تحيط بها العديد من الألغاز والأسرار. ذهب بعض الباحثين إلى أنها تمثل مزيجاً من ملامح دافنشي ومريم المجدلية والسيد المسيح، بينما تعمد دافنشي رسمها بدون رموش أو حواجب لإخفاء مشاعرها، مما يجعلها تبدو حزينة في بعض الأحيان وهادئة وسعيدة في أحيان أخرى. أظهرت الدراسات التي أجريت على لوحة الموناليزا باستخدام جهاز كشف المشاعر البشرية جانباً خفياً من مشاعرها، وهو جانب المكر والخداع. في النهاية تبقى لوحات دافنشي بما في ذلك الموناليزا لغزاً محيراً، كلما تم حل جزء من معادلتها ازدادت حيرة وغموض. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.